بحثت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت مع عدد من الأكاديميين في جامعة حضرموت الإشكاليات التي تعاني منها الجامعة والتي أدت إلى تعليق الدراسة في عدد من كلياتها. واستعرض اللقاء عدد من الآراء والتصورات التي يمكن أن يتدخل بها المجلس الانتقالي للمساهمة في حل تلك الإشكاليات واستئناف العملية التعليمية في أقرب وقت ممكن. وأكد رئيس انتقالي حضرموت خلال اللقاء على استعداد القيادة المحلية للمجلس للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع أجرة المواصلات على الطلاب القادمين من المديريات البعيدة. كما تطرق اللقاء إلى قضية تثبيت الأكاديميين المتعاقدين مع الجامعة والجهود المبذولة لمتابعة تثبيتهم مع الجهات المعنية في العاصمة عدن، وكذا التحضيرات لاستكمال التنسيقيات الأكاديميين والموظفين في الجامعة.